أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. رحيل أبو عواد الفنان الأردني نبيل المشيني بعد صراع مع المرض، وشاهد آخر ظهور له ومعلومات لأول مرة عنه. توفي اليوم السبت في العاصمة الأردنية عمان الفنان الأردني نبيل المشيني المشهور بشخصية أبو عواد في المسلسل المحلي حارة أبو عواد عن عمر ناهز 80 عاما. وعرف الفنان الأردني نبيل المشيني كأب شرعي للدراما الأردنية من خلال أعماله التاريخية. وبرع في شخصية أبو عواد الكوميدية، وقد عرفه وأحبه الجمهور باسم أبو عواد رغم أدواره العديدة في التراجيديا كما في الكوميديا. واستطاع بسحره الخاص أن ينتزع الابتسامة عنوة من وجوه الأردنية الموصوفة بالتجهم. فاستحوذ على حبهم واهتمامهم ابتداء من حقبة السبعينيات من القرن الماضي. خصوصا بأعماله الاجتماعية الكوميدية التي كانت متنفسا للفئات الشعبية الواسعة. وظل الفنان طوال حقبة الثمانينات من القرن الماضي متربعا على عرش الكوميديا الأردنية. ورافقته كوكبة من الممثلين الذين شاركوه في المسلسل الاجتماعي الكوميدي الأردني الشهير بحارة أبو عواد. والذي عالج من خلاله المشاكل الاجتماعية بقليل من السخرية وفن الإضحاك. نبيل إسحاق عودة المشيني من مواليد 22 يوليو عام 1939، وهو ممثل أردني. ولد في مدينة القدس، ووالده هو الفنان الأردني إسحاق المشيني، وأخوه الفنان الراحل أسامة المشيني. حيث انتقلت إليها عائلته من مدينة السلطة الأردنية بحكم عمل الوالد في الإذاعة الأردنية التي تأسست في الضفة الغربية بعد الوحدة. وربما كان لعمل والده الراحل إسحاق المشيني الأثر الأكبر في انخراط نبيل وأخوته في الوسط الإعلامي والفني مبكراً. وأنهى الفنان نبيل تعليمه الثانوي في عام 1958، ثم استكمل دراسته في مجال اللغة العربية. واختار طريقه إلى التمثيل التلفزيوني عبر مرور امتاز بالنجاح،
مر بداية في حقول العمل الإذاعي. حيث بدأ عمله معدا للبرامج في تلفزيوني الكويت والأردن، واستند في ذلك إلى شهادته الأولى. حيث يحمل دبلوما في اللغة العربية، كما عمل في المسرح الذي ظل مشدودا إليه بانتماء قوي. وقد أسس مسرح أسامة المشيني في عمان التابع لوزارة الثقافة، والذي يعود تاريخه إلى عام 1973. وبرز مبكرا مع نخبة من الفنانين الأردنيين، منهم محمود أبو غريب وروحي الصفدي وعادل عفانة، في بطولة المسلسل التاريخي المفسدون في الأرض. وهو مسلسل عربي تم إنتاجه بمشاركة فنانين من مصر، منهم عفاف شعيب وليلى طاهر وأحمد ماهر وفاروق الفيشاوي، وممثلين من لبنان وسوريا وليبيا والعراق. وشغل المشيني موقع رئيس نقابة الفنانين، وعين في مجلس الأعيان عام 2003. وقدم العديد من المسلسلات مؤخرا حول موضوع الإرهاب والتطرف الديني. هذا بالإضافة إلى مشاركته بالتمثيل في قائمة أعماله الفنية والمسرحية الطويلة. مثل وضحى وابن عجلان والملح الأسود والمرابطون والأندلس ودعاء على أبواب جهنم وغيرها الكثير من الأعمال الدرامية. والمسرحية مثل المسرحية الكوميدية قربة مخزوقة والمسرحية الكوميدية آه يا ديسكي. وتوفي الفنان نبيل المشيني في 2 مارس عام 2019 في أحد مستشفيات الأردن بعمان.